سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اجمالي اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 2416 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 26,026 حاله منها 57 حاله تتلقى العلاج في المستشفى و15 حاله في وحده العنايه القصوى. هذا وقد تم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 3724 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 481,914 حالة